ففاصل انا ورحمه كنا بنتكلم كده في الكواليس على موضوع بروده الجو، فبقول لها انت رياضيه يا رحمه المفروض ما تبرديش، قالت لي لا انا من البشر عادي. فانا بقول لها لا الرياضي بيبقى له حسابات اخرى، يعني بيكون يعني ايه جسمه قادر ان هو يقوى على حاجات كتير. قالت لي لا 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 انا رياضيه وكل حاجه، بتفق معاكي في النقطه دي، ولكن النقطه التانيه ان انا ببرد، انا ببرد. انا ببرد كلنا برودة رفعنا غير الرايه عادية يا في جماعة. الشتاء ده بصراحه. ده حقيقي. من الحالة الجوية تعالوا نروح نتابع الحالة المرورية ونشوف حركة الشوارع. وطبيعي النهاردة يوم جمعة، يوم من أيام العطلة الأسبوعية، طبيعي هنلاقي الشوارع رايقة. بس تعالوا نبص بصة كده سريعة على الخرائط من أعلى ونشوف طبيعة الحالة المرورية مع حضراتكم. نبتدي بقى بالطرق الحيوية زي طريق صلاح سالم، ونشوف برضو من خلال الخريطة كده الطرق المحيطة كلها بتظهر قدامنا باللون الاخضر، ولكن احنا لما بنلاقي كده يعني الدنيا رايقه دايما بنحذر من السرعات الزائده عن اللزوم، خاصه بقى يعني في ناس الصبح بدري تلاقيها نازله ودايسه بنزين على الاخر، ولا همها رادارات ولا همها اي حاجه يعني. لكن بصراحه الموضوع بيبقى يعني لا يخلو من الخطوره. صحيح ناس كتير بتبقى مستعجله وعايزه تروح مشاوير، واحنا طبعا بنبقى مقدرين ده، لكن في ناس بتحب السرعه من باب السرعه، وده بيكون يعني خطر عليها وخطر على الناس اللي حواليها. صح يا رحوم؟ جدا صحيح، جدا كل كلامك صح. بس تقريبا اقول لك على حاجه يا هبه، اللي انا شايفه ان الطريق حلو جدا بالنسبه عشان الناس تقريبا قاعده في بيوتها وبتتفرج علينا في البرنامج بتاعنا على ايوه. القناه الرسميه، وانا طبعا مبسوطه جدا وسعيده جدا، ويا ريت كل جمعه كده. واتمنى لكل الناس طبعا، يعني انا مبسوطه مبسوطه يا رب دايما، تمام. ودايما احنا نحب نظهر مع كل سادة مشاهدين يوم الجمعة ونصطحبهم في حلقة 8 الصبح عشان يبقوا قاعدين في البيت كده ونلاقي الشوارع فاضية ويتابعونا زي ما رحمة بتقول. لكن